وكذا من الخطأ
الفرس في ذلك كله هو القلب، لأن القلب إذا كان سليماً يقظاً استسقى رائحة البلد بمجاذيح الصفاء وسلامة السلام. فإذا كان تصوير التلوث القلبي أمراً منشوداً عند الناس، فإن تصوير التلوث القلبي كذلك. فالأول للحفاظ على البيئة، والآخر للحفاظ على البلد، حيث إن رائحة البلد لا يذوقها امرؤ ذم غيره لينال منه، ولا امرؤ أسكت غيره ليكون الحديث له وحده، ولا امرؤ صعد على أكتاف الآخرين ليقطف الثمرة له دونهم. ولن يذوق راحة البال من لم يتصالح مع نفسه ومع الناس ويصفر صراعاته معهم، وكذلكم لن يذوق راحة البال. ليدرك المرء أن الأمور بيد الله، فما شاء الله كان وما في سائر يكن، وأن ما كان له فسيأتيه ما يكاد الناس يجمعون، وأن ما لم يكن له فلن يأتيه فهو بلا له من الله، وأن ما الله فلن يجري عليه، وأن المستقبل غيب لا يعلمه من الله، وأنه ليس له إلا ساعته التي هو فيها. ولهذا سيختار له فيتسخط على ربه، ولا يلبث أن ينظر في العاقبة، فإذا هو التدخير له. وسئل الحسن البصري من أين أتي هذا الخلق؟ قال من قلة الرضا عن الله. قيل له ومن أين؟ رواه مسلم. هذا وصلوا رحمكم الله وسلموا على البشير النذير والسراج المنير. فقد أمركم الله جل شأنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه واتوبوا اليه ان ربي كان غفورا رحيما. واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق امامنا وولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا اتنا في الدنيا